اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العاليه والناس كنفته فمر بجدي اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم حدثني محمد بن المثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا عبد الوهاب يعنيان الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث الثقفي فلو كان حياً كان هذا السكك به عيباً حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن مطرف عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر قال يقول ابن ادم مالي مالي قال وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت أو تصدقت فأمضيت حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقالا جميعا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث همام حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسره عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي انما له من ماله ثلاث ما اكل فافنى أو لبس فأبلى أو أعطى فقتنا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حرملة بن عمران التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم ابو عبيده بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده فوافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء من البحرين فقالوا اجل يا رسول الله قال فابشروا واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما اهلكتهم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابي عن صالح حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه. غير أن في حديث صالح: "وتلهيكم كما ألهتهم". حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح: حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا ابو اليمان اخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري باسناد يونس ومثل حديثه. غير ان في حديث صالح وتلهيكم كما الهتهم. حدثنا عمرو بن سواد العامري اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه أن يزيد بن رباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم. أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد قال قتيبه حدثنا وقال يحيى: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث ابي الزناد سواء. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، حا، وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو معاويه، حا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. واللفظ له حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله قال ابو معاويه عليكم حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه حدثني عبد الرحمن بن ابي عمره ان ابا هريره حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قذره واعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فاي المال احب اليك قال الابل او قال البقر شك اسحاق الا ان الابرص او الاقرع قال احدهما الابل وقال الاخر البقر قال فاعطي ناقه عشراء فقال بارك الله لك فيها قال فاتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا قال فاي المال احب اليك قال البقر فاعطي بقره حاملا فقال بارك الله لك فيها قال فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس قال فمسحه فرد الله اليه بصره قال فاي المال احب اليك قال الغنم فاعطي شاه والدا فانتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال واتى الاقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال واتى الاعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل ان قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك شاه اتبلغ بها في سفري فقال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك اليوم شيئا اخذته لله فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعباس بن عبد العظيم واللفظ لاسحاق. قال عباس حدثنا وقال اسحاق اخبرنا ابو بكر الحنفي حدثنا بكير بن مسمار حدثني عامر بن سعد قال: كان سعد بن ابي وقاص في ابله فجاءه ابنه عمر. فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين لقد خبت إذن وضل عملي ولم يقل ابن نمير إذا وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد، وقال: حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز ما يخلطه بشيء. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن خالد بن عمير العدوي، قال: خطبنا عتبة بن غزوان. فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من شفه جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملان افعجبتم ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنه مسيره اربعين سنه ولياتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رايتني سابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا فالتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. وحدثني إسحاق بن عمر بن سليط، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية، قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فذكر نحو حديث شيبان، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن قرة بن خالد، عن حميد بن هلال، عن خالد بن عمير قال: سمعت عتبة بن غزوان يقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ ليست في سحابة. قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليس في سحابة. قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده: لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول اي فل الم اكرمك واسودك وازوجك واسخر لك الخيل والابل واذرك تراس وتربع فيقول بلى قال فيقول افظننت انك ملاقي فيقول لا فيقول فاني انساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول اي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي رب فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ها هنا إذا. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، عن فضيل عن الشعبي، عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اضحك قال قلنا الله ورسوله اعلم قال من مخاطبه العبد ربه يقول يا رب الم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فاني لا اجيز على نفسي الا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لاركانه انطقي قال فتنطق باعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناضل حدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية عمرو: اللهم ارزق. وحدثناه أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة. قال سمعت الاعمش ذكر عن عماره بن القعقاع بهذا الاسناد وقال كفافا حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود عن عائشه انها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشه قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. حدثنا أبو كُريب حدثنا وكيع عن مسعر، عن هلال بن حُميد، عن عروة، عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبدة بن سليمان قال: ويحيى بن يمان حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروه بهذا الاسناد ان كنا لنمكث ولم يذكر ال محمد وزاد ابو قريب في حديثه عن ابن نمير الا ان ياتينا اللحيم حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء بن قريب حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني. حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم, الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قال قلت يا خالة: فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء. الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها فيسقيناه. حدثني ابو الطاهر احمد اخبرنا عبد الله بن وهب، اخبرني ابو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط حا وحدثني هارون بن سعيد حدثنا ابن وهب: أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور عن أمه عن عائشة حا وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار حدثني منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الاسودين التمر والماء. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الاسودين الماء والتمر. وحدثنا أبو كريب حدثنا الأشجعي حا وحدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد غير أن في حديثهما عن سفيان وما شبعنا من الأسودين حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال والذي نفسي بيده وقال ابن عباد والذي نفس ابي هريره بيده ما اشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله ثلاثه ايام تباعا من خبز حنطه حتى فارق الدنيا حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان حدثني ابو حازم قال رايت ابا هريره يشير باصبعه مرارا يقول والذي نفس ابي هريره بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم واهله ثلاثه ايام تباعا من خبز حنطه حتى فارق الدنيا حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير يقول الستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رايت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملا به بطنه وقتيبه لم يذكر به حدثنا محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الملائي، حدثنا إسرائيل، كلاهما عن سماك بهذا الإسناد نحوه، وزاد في حديث زهير: "وما ترضون دون ألوان التمر والزبد؟" وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو هانئ سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال الك مسكن تسكنه قال نعم قال فانت من الاغنياء قال فان لي خادما قال فانت من الملوك قال ابو عبد الرحمن وجاء ثلاثه نفر الى عبد الله بن عمرو بن العاص وانا عنده فقالوا يا ابا محمد انا والله ما نقدر على شيء لا نفقه ولا دابه ولا متاع فقال لهم ما شئتم ان شئتم رجعتم الينا فاعطيناكم ما يسر الله لكم وان شئتم ذكرنا امركم للسلطان وان شئتم صبرتم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامه الى الجنه باربعين خريفا قالوا فانا نصبر لا نسال شيئا حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرني عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر: "لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم". حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب: وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين حذرا ان يصيبكم مثل ما اصابهم ثم زجر فاسرع حتى خلفها حدثني الحكم بن موسى ابو صالح حدثنا شعيب بن اسحاق اخبرنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر ارض ثمود فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن عياض حدثني عبيد الله بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك عن ثور بن زيد، عن ابي الغيث، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت ابا الغيث يحدث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنه واشار مالك بالسبابه والوسطى حدثني هارون بن سعيد الايلي وأحمد بن عيسى، قالا حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية هارون: بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. كلاهما عن الضحاك قال ابن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد اخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني ابي عن محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك واحبوا ان يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله، بنى الله له في الجنة مثله. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، حدثنا ابو بكر الخفي، وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر بهذا الاسناد، غير ان في حديثهما: بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لابي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلاه من الارض فسمع صوتا في سحابه اسق حديقه فلان فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره فاذا شرجه من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابه فقال له يا عبد الله لم تسالني عن اسمي فقال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقه فلان لاسمك فما تصنع فيها قال اما اذ قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثه وحدثناه احمد بن عبده الضبي اخبرنا ابو داود حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه حدثنا وهب بن كيسان بهذا الاسناد غير انه قال واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني ابي عن اسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل قال سمعت جندبا العلقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به وحدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا الملائي حدثنا سفيان بهذا الاسناد وزاد ولم اسمع احدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي اخبرنا سفيان عن الوليد بن حرب قال سعيد اظنه قال ابن الحارث بن ابي موسى قال سمعت سلمه بن كهيل قال سمعت جندبا ولم اسمع احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الثوري. وحدثناه ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الصدوق الامين الوليد بن حرب بهذا الاسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر، يعني ابن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن ابراهيم، عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد ليتكلم بالكلمه ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وحدثناه محمد بن ابي عمر المكي حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد ليتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم وأبو كُريب، واللفظ لأبي كُريب، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن شقيق، عن أسامة بن زيد، قال قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه ولا اقول لاحد يكون علي اميرا انه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان مالك الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل قال كنا عند أسامة بن زيد، فقال رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع؟ وساق الحديث بمثله. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد، قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا. يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه. قال قال سالم سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافاه الا المجاهرين وان من الاجهار ان يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير: وان من الهجار. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص وهو بن غياث، عن سليمان التيمي، عن انس بن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت احدهما ولم يشمت الاخر. فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن ابي برده قال دخلت على ابي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت الى امي فاخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث ابي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاوب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. فإن الشيطان يدخل. حدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه، وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا اراها الا الفار ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟ قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبًا، فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، قال ذلك مرارًا، قلت: أأقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته: لا ندري ما فعلت. وحدثني أبو كُريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد عن أبي هريرة قال: "الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه". فقال له كعب: "أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" قال افانزلت علي التوراه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وحدثنيه ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان، حدثنا سليمان، حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، وليس ذاك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني أبو بكر بن نافع اخبرنا غندر قال شعبه حدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل منه في كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع، وليس في حديثهما، فقال رجل: ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحه فقال لقد اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى جميعا عن ابن مهدي واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد عن ابي معمر قال: قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحثي في وجوه المداحين التراب. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث ان رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثوري عن الاعمش ومنصور عن ابراهيم عن همام عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني ابي حدثنا صخر يعني ابن جويريه عن نافع ان عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلا أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك اني قد كبرت فبعث الي غلاما اعلمه السحر فبعث اليه غلاما يعلمه فكان في طريقه اذا سلك راهب فقعد اليه وسمع كلامه فاعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليوم أعلم. آه الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة. فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله فشفاه الله فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه والا فقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفات بهم السفينه فغرقوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك ما فعل اصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. وصلبه على جذع، ثم أخذ سهمًا من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام فاتي الملك فقيل له ارايت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد امن الناس فامر بالاخدود في افواه السكك فخدت واضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها او قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امراه ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا. فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، معه ضمامة من صحف، وعلى ابي اليسر برده ومعافري، وعلى غلامه برده ومعافري. فقال له ابي: يا عم اني ارى في وجهك سفعه من غضب قال اجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال فاتيت اهله فسلمت فقلت ثمه قالوا لا فخرج علي ابن له جفر فقلت له اين ابوك قال سمع صوتك فدخل اريكه امي فقلت اخرج الي فقد علمت اين انت فخرج فقلت ما حملك على ان اختبأت مني؟ قال انا والله احدثك ثم لا اكذبك، خشيت والله ان احدثك فاكذبك، وان اعدك فاخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، قال قلت آه الله، قال الله، قلت آه الله، قال الله، قلت آه الله. قال الله قال فاتى بصحيفته فمحاها بيده فقال ان وجدت قضاء فاقضني والا انت في حل فاشهد بصر عيني هاتين ووضع اصبعيه على عينيه وسمع اذني هاتين ووعاه قلبي هذا واشار الى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال فقلت له أنا: يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع اذني هاتين ووعاه قلبي هذا واشار الى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيته من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناتي يوم القيامه ثم مضينا حتى اتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبله فقلت يرحمك الله اتصلي في ثوب واحد ورداؤك الى جنبك قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين اصابعه وقوسها أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا ثم قال: ايكم يحب ان يعرض الله عنه قال فخشعنا ثم قال ايكم يحب ان يعرض الله عنه قلنا لا اينا يا رسول الله قال فان احدكم اذا قام يصلي فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فان عجلت به بادره فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال اروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد الى اهله فجاء بخلوق في راحته فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على راس العرجون ثم لطخ به على اثر النخامه فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح الله فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا؟ قال جابر: فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل مع جابر فقام جبار بن صخر فانطلقنا الى البئر فنزعنا في الحوض سجلا او سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى افهقناه فكان اول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتاذنان قلنا نعم يا رسول الله فاشرع ناقته فشربت شنق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فاناخها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحوض فتوضا منه ثم قمت فتوضات من متوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضا ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وانا لا اشعر ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. قال: اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، واذا كان ضيقا فاشتده على حقوك. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمره فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه وكنا نختبط بقسينا وناكل حتى قرحت اشتاقنا فاقسم اخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه فشهدنا انه لم يعطها فاعطيها فقام فاخذها سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا افيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته باداوه من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به فاذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: إنقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائداه حتى أتى الشجرة الأخرى. فأخذ بغصن من أغصانها فقال: إنقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك. حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما لام بينهما يعني جمعهما فقال التئما علي باذن الله فالتامتا قال جابر فخرجت احضر مخافه ان يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد وقال محمد بن عباد فيتبعد فجلست احدث نفسي فحانت مني لفته فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا واذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحده منهما على ساق فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفه فقال براسه هكذا واشار ابو اسماعيل براسه يمينا وشمالا ثم اقبل فلما انتهى الي قال يا جابر هل رايت مقامي قلت نعم يا رسول الله قال فانطلق الى الشجرتين فاقطع من كل واحده منهما غصنا فاقبل بهما حتى اذا قمت مقامي فارسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال جابر فقمت فاخذت حجرا فكسرته وحسرته فانزلق لي فاتيت الشجرتين فقطعت من كل واحده منهما غصنا ثم اقبلت اجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله فعم ذاك قال اني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال: فأتينا العسكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر نادي بوضوء، فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت يا رسول الله: ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب الله على حمارة من جريد قال فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو اني افرغه لشربه يابسه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني لم اجد فيها الا قطره في عزلاء شجب منها لو اني افرغه لشربه يابسه قال اذهب فاتني به فاتيته به فاخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا ادري ما هو ويغمزه بيديه ثم اعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنه فقلت يا جفنه الركب فاتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنه هكذا فبسطها وفرق بين اصابعه ثم وضعها في قعر الجفنه وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله فرايت الماء يفور من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنه ودارت حتى امتلات فقال يا جابر نادما كان له حاجه بماء قال فاتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي احد له حاجه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنه وهي ملاى وشك الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله ان يطعمكم فاتينا سيف البحر فزخر البحر زخره فالقى دابه فاورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا واكلنا حتى شبعنا قال جابر فدخلت انا وفلان وفلان حتى عد خمسه في حجاج عينها ما يرانا احد حتى خرجنا فاخذنا ضلعا من اضلاعه فقوسناه ثم دعونا باعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلة فقال لعازب ابعث معي ابنك يحمله معي الى منزلي فقال لي ابي احمله فحملته وخرج ابي معه ينتقد ثمنه فقال له ابي يا ابا بكر حدثني كيف صنعتما ليله سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيره وخل الطريق فلا يمر فيه احد حتى رفعت لنا صخره طويله لها ظل لم تات عليه الشمس بعد فنزلنا عندها فاتيت الصخره فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها ثم بسطت عليه فروه ثم قلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة: قلت أفي غنمك لبن؟ قال: نعم، قلت أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت له انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت ان اوقظه من نومه فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد اسفله فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن قال فشرب حتى رضيت ثم قال الم يان للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعد ما زالت الشمس واتبعنا سراقه بن مالك قال: ونحن في جلد من الأرض، فقلت يا رسول الله أتينا، فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتطمت فرسه إلى بطنها: أُرى، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عثمان بن عمر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر من أبي رحلا بثلاثة عشر درهما، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق، وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر: فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه، ووثب عنه وقال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ سهما من منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال لا حاجة لي في إبلك فقدمنا المدينة ليلى فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق، ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله.